إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 140 متر كاملة عدادات على خليل حمادة رأسة. ده الريسبشن زي ما احنا شايفينه كده. ما شاء الله البلكونة كبيرة واخدة منشر، طاولة طعام، منشر تاني، بلكونة بصراحة تراس كبيرة يعني. الريسبشن بتاعنا عريض، سفرة ونيش وبوفيه. يمين الريسبشن عندنا غرفة وهذا مكتبين وليفينج كامل وشباك على الشارع الرئيسي. ده من الريسبشن. عندنا حمامين، حمام صغير الومنتال عندنا هنا الكريدور توزيع، مطبخ كبير جدا واخد بوتاجاز 5 شعلة، مطبخ واخد تلاجة، سجادة في النص، مطبخ كبير ما شاء الله، واسع جدا المطبخ. دي الغرفة التانية كبيرة 5 في 6، وهذا دولاب، سرير، وبينهم مسافات زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، وتسريحة وسجادة كبيرة في النص، تلفزيون. الغرفة شايلة بصراحة. ودي بلكونة جيب مشمسة على الغرفة التانية. ده عندنا الحمام الكبير، في غسالة تانية اوتوماتيك، وغاز، في عندنا الغرفة الثالثة واخدة سريرين 120، دولاب كبير، شباك تهوية كبير، واخدة تسريحة وسجادة كبيرة في النص. الغرفة دي 4 في 5 كبيرة.
تبقى غرفتين عندنا على الشارع وحمامين، واحد ضيوف وريسبشن كبير. المطبخ بتاعنا برضو كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 140 متر كاملة عدادات على خليل حمادة رأسة. ده الريسبشن زي ما احنا شايفينه كده. ما شاء الله البلكونة كبيرة واخدة منشر، طاولة طعام، منشر تاني، بلكونة بصراحة تراس كبيرة يعني. الريسبشن بتاعنا عريض، سفرة ونيش وبوفيه. يمين الريسبشن عندنا غرفة وهذا مكتبين وليفينج كامل وشباك على الشارع الرئيسي. ده من الريسبشن. عندنا حمامين، حمام صغير الومنتال عندنا هنا الكريدور توزيع، مطبخ كبير جدا واخد بوتاجاز 5 شعلة، مطبخ واخد تلاجة. سجادة في النص، مطبخ كبير ما شاء الله، واسع جدا المطبخ. دي الغرفة التانية كبيرة 5 في 6، وهذا دولاب سرير وبينهم مسافات زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، وتسريحة سجادة كبيرة في النص، تلفزيون. الغرفة شايلة بصراحة. ودي بلكونة جيب مشمسة على الغرفة التانية. ده عندنا الحمام الكبير، في غسالة تانية اوتوماتيك. وغاز. في عندنا الغرفة التالتة واخدة سريرين 120، دولاب كبير، شباك تهوية كبير، واخدة تسريحة وسجادة كبيرة في النص،
الغرفة دي 4×5 كبيرة. تبقى غرفتين عندنا على الشارع وحمامين، واحد ضيوف وريسبشن كبير. المطبخ بتاعنا برضو كبير.